إذا أعجبك الفيديو يرجى عمل لايك وشير وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، معكم أحمد علي وحلقة جديدة وعالم أسرار التقنية. أتمنى تكونوا بخير وبصحة وبأفضل حال. ده برنامج أنا بستخدمه في تصميم الفيديوهات اللي هي نظام الوايت بورد، بحط أي صورة أو جملة ويبقى في يد بترسم المشهد. فالنهاردة حابب بس سريعا كده أوريكم موقع. الموقع ده تقدروا إنكم اسمه android.co، تقدروا انكم تحطوا من عليه رسومات. الرسومات دي تقدروا تستخدموها، هنيجي مثلا لو عايز حاجة زي كده المشهد ده، طبعا انا هحطها على البرنامج فهاخدها زي ما هي بي ان جي، مش هعملها اس اف جي. هعمل داونلود، فهاجي اهو واقوم اعمل اضافة للصورة اللي انا عملت لها داونلود. هدور عليها على الداونلود، نزلت اهي. هنعمل كونتينيو كده، الصورة اتضافت عندي وظهرت عندي اهو. لما اعمل لها بريفيو ادي الصورة موجودة في المشهد بتترسم، واقدر بقى اضيف. طبعا البرنامج بيبقى فيه شغل ميوزك، فيه شغل انك تضيف حاجات صوتية، فيه شغل انك انت تقدر تعمل حاجات تاني تشغلها في الشروحات، الخط وما الى ذلك، هنبقى نشرحه ان شاء الله لو انتم حابين. ولكن اي حد بيستخدم الوايت بورد وعايز صور تكون شكلها كويس عشان يستخدمها في الشرح، الموقع انا هنزل لكم الموقع تحت الفيديو، تقدر تستخدموه وتستفادوا منه. اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.